هي متعة لثواني، دقايق أو حتى ساعات، ولكن هي جحيم لعمر رح يبين بسببها ما بينتهي. للبعض هي مهرب من سجن بيأدي فيهم لسجن أكبر بيحبس الروح حتى الاختناق. للبعض الآخر هي قوة وصلابة سرعان ما بيكتشفوا خلف أبيض حلتها أسود من ظلم ضعف البدن واهتراق الأحلام بالغد. والآخرين هي نسيان الواقع أو ثقل الذكريات تتحول بقوة كيميائها لأقبح ذكرى. هي ذكرى هاللحظة يلي بتدوم طالما أنه النبض شبه عم يشتغل. المخدرات بتخاف الأرواح القوية، بتهاب العزيمة الصلبة، بتموت بجبروتها على عتبة كلمة لأ. هون بحمينا كان إلنا هاللقاء الإنسان العميق مطرح ما السماء قريبة والماضي المدمن بعيد. بمركز سيدرز تحدثنا مع المدمنين السابقين وأقوياء النفوس الحاليين. بلشت معي تقريبا بالعمر 14 مع الألكوهول، فكان كثير متواجد ببيتي، أهلي بيشربوا كانوا كل يوم، وطبعا تعرف 14 واحد ببلش يكتشف وهيك، فأصحابي كانوا يشربوا. بس لاحظت معي كنت إنه too much، يعني بصير إنه كل ما بدي أظهر لازم أشرب وأشرب كتير كمية كتير عالية. فهيك بلشت، ومعها كمان بلشت depression، يعني كمان على العمر 16 بلش depression أول مرة رحت عن سيكيات. يعني مع بعضهم صار يزيد أكتر، صار لي من يعني صار لي 13 سنة بس إن الأوت، يعني بوقف كمان أمرار، بوقف كمان كحول كليا، بس بكون عندي يعني أوقات منيحة، يعني قدرت إني إنه قدرت أشتغل، قدرت إنه حقق أشياء، قدرت إنه أعمل أدرس وأعمل ماسترز، بس كله ستراجل، يعني بضلني ستراجلينج وإن الأوت، يعني بوقف الكحول برجع فوت فيها، وبس أفوت فيها بيكون يعني مثل الكحول أبيوس. يعني أنا يعني كتير أوبتيمستيك، يعني متفائل كتير إنه بقدر بدأت أتخطى هالمرحلة، وبعرف ناس تخطوها قبل، يعني وعندي كتير سبورت يعني من أهلي من رفقاتي، وعم بشتغل على حالي كتير. تعرفت هيك على صحبة ما كانوا كتير منيح فجروني كما بيقولوا، ونجرت لأسوأ مادة، يعني للأسف بطلت أعرف بيروت، صرت أعرف بالبقاع، أطلع لفوق على البقاع وأنزل وأقرب وأعمل وساوي للأسف يعني. واجه نهار فقت من النوم ما كان معي اغراض، شفت حالي تعبان كتير، عم ينزل لي دم وعرقان وجسمي مكسر، فعرفت حالي انه انا مبلت. هذه كلمة هيك بيقولوها انه مبلت، وهو المدمن منه انسان مجرم، مدمن انسان مريض. هلا انا الحمد لله طلعت منها المادة، يعني صار لي شو سنة وشوي طالع منها، بس مرقت هيك بضغوطات، صار عندي حب للموت فيك تقول، صار عندي ميول انتحارية وجربت اقتل حالي شو مرتين تقريبا. ابشع شيء عملته هو الصراحة مرة كنت كتير مارق بخريم مش طبيعي، فعبالي انا وامي امدفشتها لامي، ماما وقعت بالارض فتطلعتها فيي، لهلا ما بتروح من بالي لهلا تطلعها، يعني كيف بدي اقلك، كان عم تقلي يا ابني يا ابني خلص يا ابني وقف. يلي قالوا جزء من الماضي، اما نحنا فقلنا الحاضر، حاضر الخروج من ماضي ما بترحمه قوة العزيمة. منبلش بتقييم الحالة، تقييم الحالة بيكون مع الطبيب النفسي ومع المعالج النفسي بنفس الوقت. من هون منبلش وبتنوضع خطة علاجية، هاي الخطة العلاجية بتطبق عنا داخل المركز. منبلش المتابعة، ما بعد التقييم يكون في متابعة من قبل الطبيب النفسي من خلال النيرس السيرتيفايد نيرس، هون بتكون عم بتتابع أعطاء الدواء اللازم، لأن أوقات كتير بيجي لعنا مرضى عندهم بأوقات كتير بيجي لعنا حالات بتكون بحاجة لأعطاء الدواء، فبتكون السيرتيفايد نيرس عم تعطي هذا الدواء من خلال دوام يومي عنا النيرس، هون بتكون هي مسؤولة عن شق الدواء ومتابعة الحالة. بنفس الوقت الطبيب النفسي بيكون عم يعطي أدوية للتخفيف من العوارض الانسحابية المقيم بيتعرض لها من جراء توقيف المادة، لتخفيف من هيدي الألام
والضغوطات النفسية بيكون مرق فيها، بيكون عم ينعطى كمان دواء بهذه الفترة. أوقات كتير بيكون في ضغوطات، ضغوطات من قبل العائلة، من قبل إذا كان مزوج، من قبل المرأة، في ضغوطات أوقات تمارس على الشخص ليفوت عنا على المركز، وأوقات كتيرة هو بيوصل لمرحلة إنه خلص بدي حط نهاية لهالدوامة، سو بيجي هو للعلاج. العلاج بيكون أنجح 100% إذا كان جاي الشخص من تلقي نفسه. في تقييم شهري من قبل التيم، من قبل المدير العلاجي، من قبل الأخصائيين، وهيدا التقييم نرتكز عليه لنشوف الشخص أنت بيصير هو جاهز ليخلص البرنامج، وبرنامجنا من 3 أشهر ل6 أشهر. مثل ما بنعرف انه في عادات مكتسبه ومشاكل وتراكمات نفسيه بدها وقت لحتى تنتهي شوي شوي. اول شيء الادمان عنده انواع كتير، في انواع كتير للادمان، خصوصا بالمركز نحن بنشتغل على كذا نوع، في يكون الكحوليك، في فيديو جيم، دراجز، في يكون قمار، سو في عنا كتير أنواع للإدمان. بالإحصاءات 2021 كانت نسبة الدراغز 35%، ب 2022 تضاعفت النسبة بشكل مخيف، طبعا وفقا لعدة عوامل اجتماعية اقتصادية. نحن هلا الاقتصاد اقتصاديا واللي عم بيعانوا الشباب من وضع اقتصادي جدا رديء، صاروا بيلجأوا للمواد الرخيصة. طبعا في مواد رخيصة وفي مواد أغلى، فصاروا بيرجعوا للمواد الرخيصة وهي متاحة بغياب الرقابة، متاحة. حتى عم نشوف تلاميذ مدرسة كترانين نسبة المتوسط العمر، حتى المراهقين كتران نسبة الإدمان. في عدة أسباب بتخلي الواحد يدمن، بتوجه لكل شخص، خصوصا مراهق أو شاب عم يقطع بأوقات صعبة. كلنا معرضين أن نقطع بتروما، بأوقات داون، بس في كتير أشياء نقدر نعود فيها ونقدر نتخطى من خلالها. لأحمد قصة حولت مسكنه الصيفي لمنزل بيحتضن فصول الحياة الأربعة. للأسف أنا خضعت لتجربة الإدمان اللي هو مرض الإدمان بعمر صغير 14 سنة، أدمنت تقريبا 15 سنة لحد ما صار عمري 21 لفي يقول خضعت لمشكلة الإدمان أو تخطيت مشكلة الإدمان. المقصد أنه حقيقة الدول العربية أو عالميا إعادة تأهيل، كلمة إعادة تأهيل أو rehabilitation، في كتير من الأشخاص ما بيعرفوا وزنة للكلمة، لأنه اليوم إذا الإدمان بيتشخص كمرض حقيقة البشر منه كامل، الإنسان ما عنده كمال، كل إنسان عنده نقاط ضعف، كل إنسان عنده نقاط قوة. ببعض المحلات للأسف الحياة إلا ما تدمرنا بشق معين، إن كان نفسي ولا إن كان فكري ولا إن كان سلوكي، الإنسان ضعيف بيتأثر. يعني وقتا كنت بمراكز أو احتك مع الحياة بطريقة نظيفة وواعية كان عندي تأثير إيجابي، صراحة قدرت أنا ألمس ببديل مش كرمال الآخرين، أنا حسيت بقيمتي أنه قادر أعطي شيء لهالحياة، قادر، في عندي بيربس، في عندي سبب، في عندي إيجابيات. الواحد نظرته تجاه نفسه بتتدمر صراحة. بمجرد ما تخطيت المشكلة ونظف جسمي واشتغلت على حالي، سبحان الله قدرت أثر على غيري ببعض المحلات، وهون بلشت فكرة أنه أنا بدي أشتغل بالتأهيل. بمنزل حمينا بعيش مع الشباب والصبايا شريك واحد وهو الغد يلي رح يطلع معهم بعروق خالي من السموم ممتلئة بكريات السعادة الحمراء. بهذا التقرير عم نفتح باب أمل ببكرة أحلى لكل شاب وصبية مفكرين أن المخدرات هي حل المشكلة، من أنه المخدرات هي المشكلة، الحل أنك تدمن حب الحياة. بيدرو غانم، صوت باروت انترناشونال.